السلام عليكم خوتي، بخير لاباس عليكم. اليوم ان شاء الله جايبكم واحد القضيه جديده نكتشفوها في كندا، حلاقه في كندا مع اشخاص اول مره. يعني غنلو واحد الفيديو هذا على قبله ان شاء الله باش نشوفوهم، باش نكتشفوا شكون هما هاد لي كوافوز اللي كاين هنا. الحلاقات يعني خطر، يعني خطر ديال بصح موهبه، والناس كبار يعني تبارك الله عليهم. يعني هنكتشفوا، بقاو معنا نشوفوا كل شيء، غندخلوا لداخل نحسنوا نحيدوا هادشي التروفيله. يلا بقاو معنا. Voilà Julie, la meilleure coiffeuse ici. Il y a aussi d'autres coiffeuses, ce sont des bonnes personnes, des professionnels, des meilleurs. C'est les meilleurs de Victoriaville. Moi, je le préfère. Je viens toujours ici pour coiffer.
We'll be right back.
الحلاقة دابا اكتشفوا هاد الحلاقة اللي كاينة هنايا، تعرفوا عليهم شكون هما. كاينين 5 بيرسون هنايا، يعني 4-5 الحلاقات، اكتشفوهم وتجيو عندو مرحبا بكم. يعني كان هذا الميساج دابا لي زغاب واللي كيبيكو، يعني مرحبا بكم في هاد الصالون.